وبمناسبه الكلام عن النجوم، فالاهلي يحتاج ل 11 موسم بس عشان يحقق نجمته الاولى والرابعه، في الوقت ان الزمالك المنافس بتاعنا احتاج ل 46 موسم عشان يحقق نجمته الاولى والاخيره. وفي مشوار الاهلي لتحقيقه النجمه الاولى قدر يفوز بتسع دوريات متتاليه، هم اصلا اول تسع مواسم في الدوري المصري كله، عشان يكون اكتر فريق فاز بشكل متتالي بالدوري المصري. ومع الانجاز الجماعي ده للاهلي، في لاعبين من النادي الاهلي هم الاسطوره صالح سليم وهداف الاهلي في الخمسينات السيد عطيه توتو، هما اكتر لعيبه فازوا بالدوري بشكل متتالي مع الاهلي بتسع مواسم.